السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من لعبتكم لعبة جي تي سان أندرياس. في هذا المقطع سنتابع المهام، لأننا في الحلقة السابقة لم نستطع ببساطة فرضت علينا اللعبة شراء هذا المطار وكذلك تعلم طريقة سياقة الطائرات. وهيا لكي نبدأ المهمة في هذه الأثناء. اسمها NOE. مايك جاء مغفل. تلك الطريقة ليست هي طريقة للمزاح يا مايك. لماذا حاولت قتلي؟ هل تريد مني أن أدمرك وأن أقتلك أنت كذلك؟ سأفعلها. لقد قتلت صديقك جيزي وقتلت تيبون، قتلت الخائن ريدر، بقيت أنت فقط، وأنت من بين الأشخاص الذين التقوا مع الثلاثة في قرية إنجل. إذا شاهدتم التختيم وشاهدتم جميع حلقاتي ستفهمون عما أتكلم في هذه الأثناء. One DEA, one FBI, a Russian, a Cuban, double agent, and my famous... أكثر من 4 أشخاص يريد أن يهددنا بأولئك الأشخاص. قال لا كارل جونز، لماذا سأكون أنا تارجت لأولئك الأشخاص؟ فأجابني مايك، بما أنك تشتغل معي وأنا تارجت لأولئك الأشخاص فأنت أكيد ستكون تارجت لهم. والآن هيا لكي نبدأ يا أصدقاء. هذه المهمة ستكون صعبة جدا صراحة، خصوصا أننا سنسوق هذه الطائرة وعندنا القنابل في الأسفل. The US Air Force is less likely. Cool, what's the problem then? المهم visibility لحد الآن فإنها نازلة. لا يجب علي أصدقاء الطيران في السماء، بل علي الطيران على هذا الشكل ستيلو لكي لا يستطيع الرادار اكتشاف أمري، خصوصا أنني حامل معي تلك القنابل. لن أطير أسفل من ذلك البريدج، لا أريد المخاطرة يا أصدقاء. سأطير فوق من البريدج. أشاهدتم الفيزيبيليتي، صعدت قليلا لكنني أنزلتها بسرعة. لعبة جي تي سان أندرياس هي سيئة من ناحية اللودين، علي الاقتراب كثيرا من المناطق لكي يتم عمل اللودين لها. من الممكن أن نضرب في شجرة ما إذا ظهرت. الفيزيبيليتي أشاهدتموها بدأت ترتفع. مشكلة. هي نعم لقد عرفت، لكن كيف سأستطيع النزول يا أيها الغبي؟ وذلك الجبل أمامي فإن طويل جدا وشاسع. حسنا ها هم سيأتون لمكان. الحمد لله نزلت الفيزيبيليتي في هذه الأثناء. جميل جدا. هذه المناطق الصعبة من الصعب السياقة فيها. تلك الأشجار طويلة. أحسن العمل، ها أنا دا وصلت للمكان. جميل جدا. سندخل وسط من هذه الدائرة. طير. ريتيرن أبوت الريدار ليمت. لقد فهمت. هل انتهيت؟ نعم لقد رميت تلك القنابل التي كانت عندي. الآن سنعود. لا أريد أن أضرب في تلك الأشجار لأن الأمر سيكون خطير جدا. لحد الآن نحن نقوم بواجب رائع في هذه المهمة، لن أكذب عليكم. الآن سأحاول الطيران، لا يهمني أمر الفيزيبيليتي، الأهم هو تحقيق نتيجة هائلة في هذه المهمة. أحسن. هل شاهدتم الأشجار؟ بدأت تظهر الآن بعدما اقتربت منها. لهذا السبب قلت لكم اللودين في لعبة جي تي إي سان أندرياس ليس مطورة كثيرا. اقتربنا من العودة للمطار. مشكل بدأوا في تسديد صواريخ عليه. مرات فوق من تكن العسكرية. حسنا هيا. أصابوني. سأموت. هل ستنفجر؟ المهم لست متأكد هل ستنفجر أم لا، لكنني قمت بحادثة سير خاطئ. لا أستطيع التحكم يا أصدقاء في هذه الطائرة. مع الأسف. المحرك. نعم انفجرت. المحرك توقف. في هذه المرة سأحاول تجنب التكن العسكرية لكي لا يستطيع إصابتي. الحمد لله لم يرسلوا علي الصاروخ في هذه الأثناء. هيا نخرج العجلات. وحان وقت النزول. نحن وصلنا للمطار أخيرا. فعلنا يا أصدقائي بلا مشاكل صراحة. جميل. أخيرا فعلنا يا أصدقائي وربحنا 15,000 دولار. لازلت هناك مهمة في هذا المكان، هيا لكي نذهب لها. اسمها ستو أواي. ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص؟ لحقوا بتلك الطائرة الكبيرة جدا. هؤلاء الأشخاص عصابات، علي العراك ضدهم. هارب كارل جونسون. واو، عندهم سلاح الام 4 وبداوا يملؤون الاميونيشن في تلك الشاحنات. انا ومايك اختبأنا في هذه الاثناء. قال لها كارل جونسون، اعتقدت بان هؤلاء الناس هم ناسك، يعني انهم يشتغلون معه، لكن لا، الاوغاد يتاجرون في الاسلحه بدون علم الدوله. ماذا سنفعل الان يا صديقي؟ تلك الاسلحه ياخذونها للميدل ايست، ياخذونها يا اصدقاء للعراق والشام، يعني ان هؤلاء الكلاب هم الذين مولوا العصابات هناك بالاسلحه. I spoke to the big man. كذلك مبرمجو سان أندرياس عرفوا الأشياء التي تحدث في العالم. إذا استطعت مساعدة الميدل إيست، عراقنا وشامنا أكيد سأساعدهم يا صديقي. هل سأدمر الآن هؤلاء الأشخاص لكي لا يرسلوا الأسلحة لتلك المناطق؟ كلاب بدأوا يحملون البارلز. درايف ذا باك أب ذا بلينز رامب. جيد فهمت. الآن علي أصدقاء الصعود هناك قبل أن تطير الطائرة. كلاب يرمون علي. لقد سقطت. مشكل، فشلت في هذه المهمة. هذه الطائرة فإنها سريعة جدا، مباشرة بعد سقوطكم ستفشلون. نعم فشلت، لازلت أتذكر هذه المهمة جيدا. ضربوني بتلك البراميل مع الأسف، خدعوني. سأنتظر حتى تمر تلك البراميل، بعدها سأدخل. هي تحرك يا صديقي كارل جونسون. ممتاز راما، وسأنتظرهم الآن حتى يرموا. سأنتظرهم، لن أتسرع. هيا
رموا البراميل. لم يرموا البراميل. اوكي 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 دخلت. انتظرتهم حتى يرموا البراميل، لكن بعد ما اقتربت الطائرة من الإقلاع عرفت بأنهم لن يرموا البراميل لهذا السبب. تدخل من أين خرجت أنت أيها الغبي؟ أو هل ميت؟ You're blown up in the plane. سددت على ذلك الشخص، لم أسدد على البرميل. أعتقد يا أصدقائي بأنني سددت على البرميل بالخطأ. مشكلتي هي أنني خسرت جميع الأسلحة في هذه الأثناء. اتصل هاتفي، من أنت؟ أو كاتالينا. What's eating you baby؟ قالت لها بأنها لا تحبه. لو قطعت علي لا تفوده. كاتالينا دائما تتذكر سيجي وتتصل به. عجيب أمر كاتالينا صراحة. مشكلتي كما ذكرت لكم ليست لدي أسلحة. أوه لقد أعطوني هاتين، أعطوني قنبلة واحدة فقط. سأتوغل وسأحاول قتل هذا الشخص. جيد اضربه. هل عنده سلاح؟ هيا هيا تعال تعال أرسل عليه برميل. جيد سأحاول تدميرها الآن. أحسن العمل. تحرك تحرك تحرك. اختبئ هنا مرة أخرى. أسرع أسرع اختبئ هنا. أو من أين خرج أنت؟ هل برمجة شركة روكستار جيمز هذه المهمة مثلا إذا كانت عندكم الأسلحة؟ أو هذا الشخص عنده باراشوت. يعطني يعطني ذلك الباراشوت أحتاجه. جيد حصلت على باراشوت مجاني يا حبيبي. من الممكن أن شركة روكستار جيمز برمجت هذه المهمة إذا كانت عندكم أسلحة. الأعداء ستكون عندهم الأسلحة، لكن إذا لم تكن عندكم الأسلحة نفس الشيء بالنسبة للأعداء. أعطوني قنبلة واحدة فقط. ما الذي علي فعله الآن؟ أو من أين جئت أنت؟ هيا دمره. أحسنت قتلت الجميع الآن. لن يرمي أي شخص البراميل. من الممكن أن علي تفجير المنطقة. سأضع القنبلة هنا. تحرك يا صديق تحرك. نفجر الطائرة كي لا تصل لعراقنا وشامنا، وبعدها سنهرب. بوم فجرتها يا حبيبي. لاد أوه كيف هذا؟ لقد فجرت يا أصدقاء وقررت الهروب، لكن الانفجار وصلني بسرعة البرق. مرة أخرى كالعادة ليست لدي أسلحة يا أصدقائي. أين هو ذلك الشخص الذي كان هنا؟ أوه غير موجود. هاو هاو لقد ظهر. خدعاني. من أين خرج شيء أيها الغبي؟ هيا دمره. أحسن شيء كارل جونسون. تحرك 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 تحرك. يقفز. أحسنت. في هذه المرة سأقفز فوق من البارز. لن أهتم وسأدمر هذا الكلب الذي عنده الباراشوت. هيا دمره. ممتاز أخذت الباراشوت. تحرك تحرك. لن أضيع مع هؤلاء الأغبياء الوقت. ضع القنابل هناك. ابتعدوا ابتعدوا أيها الأغبياء. في هذه المرة لن أضيع معكم الوقت. أسرع أسرع يا صديقي كارل جونس. أهم جايين 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 يحاولوا اللحاق بي. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. في هذه المرة فجرها. لقد فجرتها وقفز. أحسن العمل. بدأت الكاتسين يا حبيبي. واو المهمة لم تكن سهلة أبدا، بل كانت صعبة. في المرة الأولى سقطنا من الموتورسايكل، في المرة الثانية فجرنا أنفسنا، وأخيرا في المرة الثالثة بعدما اكتشفنا الاستراتيجية فعلنا المهمة بنجاح. وصلت بالقرب من التكن العسكرية وحصلت على 5 نجمات عشوائيا فقط. لم أدخل للتكن العسكرية، تجولت فقط بالقرب منها. كيف هذا كيف هذا؟ لم أدخل أصلا للتكنة العسكرية. نصيحتي لكم لا تقتربوا أبدا من التكنة العسكرية حتى تكونوا مستعدين، لا من ناحية الأسلحة ولا من ناحية الدرع. قبل أن نسافر للاس فنتوراس سنتابع مهام هذا الشخص. أوه علي العودة بين 8 و 6 صباحا. ها نحن عدنا في 8. بلاك بروجيكت. أوه المشروع الأسود. اسم على مسمى. أوه ذلك الشخص رجل الكبير رجل يوغا ظهر الذي أرسلنا لكي نسرق من أجله تلك الآلة الخاصة بالحصاد. لا زلت أتذكره جيدا. الشرطي أسود البشرة الخائن هو الذي عرفنا على هذا الشخص، والآن ظهر في هذه المنطقة. يعني أن مايك عنده علاقة بالشرطي أسود البشرة. إذا كانت استنتاجاتي صحيحة وكان هذا الشخص يعرف مايك، فلا أستبعد أن مايك يعرف الرجل الأسود. إلى أين سيذهب ذلك القطار؟ هيا اشرح لي، أعطيني مزيد من المعلومات. مرة أخرى سيارات ثقيلة جدا. أرجوك اذهب معي فقط في الموتور سايكل. إذا كنا سنتجه لمكان بعيد. لا بل أنزلني وسط من الطريق. إلى أين ذهب؟ لم يشرح لي، لم يقل لي ما الذي علي فعله. أوه The truth wants you to gain entry to the area 69. لن أستطيع الدخول للتكن العسكرية، كيف سأستطيع فعلها؟ Is through the blast door to open this go to the control. لكي أفتح ذلك الباب علي الذهاب للكنترول بانل. حراسة مشددة في التكن العسكري، لن أستطيع الدخول. منطقة 69 هي أخطر منطقة في GTA San Andreas. That the truth gives you. المهم صديقنا الحقيقة أعطانا نظارات، وها هي تلك النظارات. إذا استعملتها في إمكان رؤيتهم بشكل رهيب. وهناك درع في المدخل. سأستعمل النظارات. أفضل صراحة عدم استعمال النظارات. شاهدوا شاهدوا هذه الأضواء إذا رأتني فإنني سأفشل نهائيا. أريد أخذ الدرع صراحة. أو مشكل كادوا أن يروني. سأخذ الدرع وبعدها سأمر من هنا. إذا استعملت النظارات شاهدوا في إمكاني رؤية الناس وكذلك الأضواء، لكنني لن أستعملها في هذه اللحظة صراحة. لا أحتاج. كادوا أن يروني. العسكري جاي.
وكيف رآني؟ لست متأكد كيف رآني يا أصدقاء، كنت مختبئ بالخلف من الحائط. تقريبا هناك شخصين جايين عندي. الحمد لله اختبأت. جيد، هيا هيا تحرك تحرك، سأهرب الآن. مرروا جميع أضوائهم اتجاهي. نعم لقد رأوني. مشكل، اكتشفوا أمري، ليست لدي أسلحة. سأصعد عند هذا الكلب، أقتله. هيا اطعنه اطعنه. جيدا أحسنت. نأخذ السلاح، سنتعارك يا أصدقاء، سنتعارك طريقنا الآن. تعال أنت. جيد، أصابته ودمرته. أحتاج للأميونيشن صراحة الخاص بهذا السلاح. طريقة عراك العساكر في جيتا سان أندرياس فإنها سهلة جدا، ليست صعبة يا أصدقائي الأوفياء. لهذا السبب من الجيد أنني تعاركت، سأحصل على عدد هائل جدا من الأميونيشنز. هيا تعالوا تعالوا يا أيها الأغبياء، تعالوا، أنا مستعد لكم. هيا مستعد لكم يا أيها الكلاب. موش أنت، فجرت رأسه. ذلك الشخص كذلك. الحارس في الفوق. يا سلام يا سلام. تحرك صديقي كارل جونسون بسرعة. هذا الشخص لم يراني. قتلت أصدقائه ولم يراني. هل شاهدتموه؟ غبي، أنت شخص غبي. في هذه الأثناء لقد رآني، سيأتي عندي. سنت، قد أصابته. ممتاز، قتلته. خذ الأميونيشن والآن سنتحرك بسرعة. المهم ذلك الشخص قال لنا بأن هناك تيرمينال علي الذهاب لها لكي أستطيع فتح الباب. ها هو الجراج، من هناك سندخل. تحرك 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 تحرك. أوه هناك شخص في الفوق لم أراه لكنه سيموت في هذه الأثناء. موت، أصابته في الرأس. هيد شات، اعطيني الأميونيشن أحتاجها. تيرمينال موجود هناك. الأمر لن يكون سهلا. سأقنص هذا وسأقنص ذاك. وهي لكي نتحرك. أحاول إصابتها في الهيد شات، دمرته. اقتربت يا أصدقاء من الوصول للمنطقة، بالرغم من أن أضواءهم اتجهت نحوي لكنهم أغبياء. أوه في إمكاني النزول من هنا، في إمكاني أصدقاء النزول من الفانت. يا سلام، استراتيجية رائعة أصلا استطعنا فعلها يا أصدقاء. اكتشفنا استراتيجية الفانت وكذلك الهيلز حصلنا عليها. جيد، واو، يمكنكم الدخول من الفانت بدون المخاطرة بحياتكم والذهاب للتيرمينال. مشكلتنا هو أن داخل من هذا القابو هناك العديد من العساكر، وهناك غرفة سرية ستسمح لي بإلغاء الإنذارات في أحد الأماكن. من الممكن أن أذهب لتلك الغرفة. أوه هناك هذا العسكري. سايلانسر، دمرته. نأخذ الأميونيشن. هناك عسكري آخر في الأسفل. سايلانسر، فجرت رأسه. واو شيدو شيدو هنا. ماشين جان والدرع. اين هذا الكلب؟ اين هو؟ نعم نعم لقد رأيته. هاو وشي ايه الغبي، قتلته. هذا الشخص لم اصيبه. هيا تعال تعال عندي وستموت. بقي شخصين اصلا فقط في هذا المكان. ذلك الكلب، هيد شات، دمرته. انزل لي الاسفل. حسنت، خذ الاميونيشن، مزيد من الاميونيشن. قبل ان اذهب لتلك المنطقة سآتي الى هنا. نعمل ديزاكتيفيت، كيف سأستطيع فعلها؟ العلامة موجودة في هذا المكان، أشاهدتم، لكن لا توجد خانة أصلا. وإذا مرت من هذا المكان، أوه هناك هذا العسكري، فجرت رأسه. هناك عسكري آخر جاي، فجرت رأسه. العمال لن أصيبهم، لن أصيب العلماء. هناك شخص آخر هو في الفوق. أين هو؟ أين هو؟ لم أراه. أوه بالخلف مني. تعال تعال، لن تهرب لأي مكان. خدعني الكلب. بالرغم من أننا فقدنا أسلحتنا، حصلنا على أسلحة مميزة في هذه الأثناء. هناك شخص آخر يسدد. ها هو، رأيت رأسه. جيد، وصلت لهذه المنطقة الأخرى، وها هي العلامة هنا. هل علي تفجير هذا؟ غريب، العلامة موجودة في هذا المكان لكنني لا أستطيع ولوجها. المهم سأستمر يا أصدقاء في الذهاب في هذا الاتجاه. أو مشكل مشكل مشكل، لم أرك لم أرك أنت، قتلته. أو هناك رجل عسكري. لا لا لا، سأموت 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 في هذه الأثناء إذا لم أحضر. سأنتظر حتى يأتي. لا أستطيع إصابته. هذا الزجاج فإنه مضاد للرصاص. هيا تعال تعال، اقترب مني. ها هو جاي 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 جاي. سأنتظر حتى يأتي. هيا تعال. أصابني الكلب. واو العساكر خطيرون في التسديد. ليست لدي هيلث كثيرة يا أصدقائي ولا أريد الفشل. هناك عسكري آخر. ها هو ها هو القطري. الحمد لله ذلك العسكري لم يكتشف أمري. سأستعمل السيلانسر. أعتقد بأنني اقتربت من الوصول للغرفة يا أصدقائي الأوفياء، ولا توجد هيلث أصلا. سأنتظر هذا العسكري حتى يعود لمنطقتي، بعدها سأسدد عليها. هو لم يراني. ممتاز، أصابته في الرأس. وهناك هذا العسكري الآخر. أوه مشكل مشكل مشكل، لقد دار في هذا الاتجاه ويتحرك، هل شاهدتموه؟ سأنتظر حتى يعود. أصابته في الرأس، قتلته. أنا خائف جدا في هذه الأثناء. أوه The door or the launch where the black project. نعم أنا أعلم لكنني خائف، خائف من العساكر أن يخرجوا من لا مكان. الحمد لله هناك دارة. الحمد لله يا أصدقاء. قول لك الكي كارد. هيا اعطيني الكي كارد. جيد، اعطاني البطاقة.
اهرب اهرب بحياتك ايها الغبي، ولا تشتغل مع العسكر مره اخرى، لا تصنع الاسلحه النوويه التي تدمر البشريه. الان سنفتح الباب. مشكل، اشاهدتموهم؟ اشاهدتموهم يا اصدقاء؟ رايتم ما رايت؟ سادمر اولا ذاك، فجرت راسه، سياتون هذا الشخص كذلك. في هذه المره ساتوغل ببطء يا اصدقائي الاوفياء، وانا متاسف لن استسرع، حياتي في المحك. هل سمعتم الرصاص؟ رصاصي يلعلع. تحرك تحرك يا كارل جونز، انزل للارض، ندمر ذاك الكلب، اصابناه، كلاب اصابته مره اخرى، اصابته هو كذلك. جيد 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 جيد، لحد الان نحن نقوم بواجبنا على اكمل وجه. ذلك الدرع نعمه من الله الخالق. عدد العساكر كثير لكنهم سيموتون في هذه الاثناء. ساقتل الجميع. موت سانت. اوه الدرع بدا في النزول، يستطيع اصابتي يا اصدقاء. اين هو هذا الكلب؟ رايته الان. موت. جيد جيد جيد، اصابته. واو، كادوا ان يدمروا درعي، لو لم نحصل على ذلك الدرع لميتنا في هذه اللحظات. واو، حصلنا على جيت باك. يا سلام عليك، هذه هي المهمة التي سنحصل فيها على جيت باك في لعبة جيت اي سان اندرياس. ليتس جو بويز، انا مستعد. وي فاوند وات ذا تروت وانتد، عرفنا الحقيقة في هذه الاثناء. ليفت شيفت يا حبيبي، سي يو ليتر بيبي بويز. اصعد. واو، ذهبنا يا اصدقائي، اخذنا الجيت باك. تحرك 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 تحرك. الهات عندي نزلت كثيرا، ثمن هذا الجيت باك 16 مليون دولار. الحمد لله يا اصدقائي، سرقناه. واو، سوقنا الجيت باك بدون يا اصدقائي ان نغش وان نعطيه لنفسنا باستعمال الموضات. اخذنا الجيت باك من التكنات العسكريه، رهيب جدا يا عمري، رهيب صراحه. هذا الجيت باك يستحق كل تلك المعاناه. بعد قيامنا بهذه المهمة سنستطيع استعمال جيت باك دائما. وهذه المهمة اصلا ذكرتني بالدومز داي هايس في جي تي اونلاين، نفس الفكرة تقريبا، الاختلاف فقط في المكان، لان في الدومز داي هايس نقوم بسرقة جيت باكس اسفل من منطقة سيرية في اعلى جبل في جي تي اي 5 وهو جبل ماونت شيرياد. وبالنسبة لجي تي اي سان اندرياس الامر مختلف، سرقنا جيت باك اسفل من التكنة العسكرية. اتصل بي ذا تروث، وي جات ا ديت ويذ ديستين اباوت 5 مينيتس. اين انت يا صديقي؟ You've been hanging around. نعم، اتصل بنا مرة أخرى صديقنا ذا تشلوش، قال لي بأن سينتظرني بالقرب من مطارنا. أما الآن سأودعكم يا أصدقائي، استمتعت كثيرا بتسجيل هذا المقطع وسرقنا جيت باك، شيء لا يصدق يا عمري، شيء لا يصدق. لا تنسوا يا أصدقائي ادعمونا بالضغط على زر لايك. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.